هل تخلل لبنان عن حقه في المساحة البحرية؟ يعني هلا بالملاحظة التقنية بالنسبة لي شخصيا، يعني أنا يعني موضوع ترسيم الحدود مش مختص فيه حتى أكون كتير واضح وصريح، ومش من اللي تابعوا هذا الموضوع بعمق. يعني في ناس صاروا مختصين، صديقنا وزميلنا الكبير الأستاذ محمد عباد، الدكتور عصام خليفة المشهور والمعروف، إضافة الدكتور أمين أخطيت مثلا، وهلأ فات على الخط العميد ياسين كونه كمان كسب تجربة لأنه هو خادم. قول ثلاث أشخاص اللي ذكرتهم بيحسموا بما لا يقطع الشك بأنه 29 العزيز كمان أستاذ جون عزيز اللي كمان عمل رواية، هو يمكن مش مختص بالمعنى التقني لكن عنده معلومات. وآخر تقرير قريته أنا، آخر تقريرين مهمين برأيي، تقرير للأستاذ سامي كلاب، دكتور سامي كلاب، وتقرير للدكتور خلدون الشريف. يعني هي كلها تقارير إعلامية غير الحكي. هلا بالرواية اللي أنا سمعتها بحكي من مصادر فيك تعتبرها قريبة من جو حزب الله، بيقولوا إنه المعلومات المتوفرة عند حزب الله إنه صار في لقاء بين معالي الوزير رئيس التيار الوطني جبران باسيل وبين المندوب الأمريكي هوكشتاين. وحسب المعلومات المتوفرة، ما بعرف قديش مدى صحتها أو عدم صحتها، يعني يمكن بكرة حزب الله ينفل معه. لقاء صار بعد الزيارة اللي صارت لأمس هوكشتاين مؤخرا، قبل الزيارة الأخيرة يبدو، صار بألمانيا حسب المعلومات. لا طبعا يمكن عملك يمكن هول المعلومات، يمكن بكرة حزب الله ما معنا خبر مش صحيحة، وممكن أنا هذه المعلومات لأنه صار في لقاء ويبدو أن حزب الله عنده خبر وصار في هذا العرض، يعني عرض المفاوضات ولوين. الموقف الرسمي اللي عبر عنه، نحن امام خيار من اثنين، يعني اما التمسك بالخط 29 بشكل نهائي خلاص، نحن بدنا الخط 29 وهذا يعني نهايه المفاوضات حسب الموقف الامريكي وحسب موقف. اذا انتم بتقولوا انه انتم بدكم الخط 29 وما في مجال لأي مفاوضات وما في مجال للبحث بأي عروضات أخرى، فهذا يعني انتهى التفاوض لأنه الإسرائيلي يرفض مطلقا هذا العرض. لذلك التفسير هو المنطقي أنه استعداد لبنان للبحث بالخط 23 اللي أبداه رئيس الجمهورية، لأنه ما أرسل رسالة لتأكيد حق لبنان ب 29 كما كله عم بيطالب، هو فتح باب للمفاوضات أو إبقاء باب المفاوضات، لأنه إذا رحنا على الخيار الثاني ما في. بالمفاوضات عادة أنت عندك نقاط قوة وعندك نقاط ضعف، أما بتوصل لنتيجة معينة بظل خلاف، يعني مش بظل في، يعني أنت عم بتقول وجهة نظرك، الإسرائيلي عنده وجهة نظر ثانية بغض النظر عن الموقف المبدئي إنه هذا أرض محتلة وفلسطين أو شغلة. حزب الله حسب المعلومات واللي معلن صار بالرسمي إنه هو طالما المفاوضات ماشي ما بيتدخل بالمعنى، لا بقول مع ولا بقول ضد، ليوصل للنتيجة. تقدير هلا انه اضافة للخط ما في اشياء تانية مرتبطة بالخط، في خطوط بسمون الشيء المشترك بين لبنان واسرائيل اللي كان الامريكاني عم بيقول انه الشيء المختلف عليه خلينا الحقول المشتركة بنعمل لها اخراج من نفط غاز بشكل من قبل اما شركه امريكيه. هذا ما رفضه حزب الله بشكل قاطع، هذا حزب الله رافضه لانه هذا بيؤدي الى بيسموه التطبيع، والرئيس بري رفضه. انا تقديري، وانا الان عم بحكي من منظور وطني يعني بغض النظر عن السياسه، عاده بكل الدول لتكون في مفاوضات بيكون في مفاوض هو عم بفاوض، اذا في وجهات نظر وطنيه أو وجهات نظر قضائية أو شيء لازم تروح لعند المفاوض، هو المفاوض عادة مهتم. المشكلة اللي نحن صاير فينا عندنا وجهات نظر متعددة سواء على مستوى الرسمي أو على مستوى الوطني، وكل واحد عم بيشكك بالتاني، بيصير مما يضعف الموقف التفاوضي حتى لو كان موقف إذا عندنا ملاحظات عليه افتراضا. هلا حسب معلوماتي حزب الله الآن تارك الأمور، ما بده يفوت بأي نقاش، هو أن يعلن مواقف مبدئية. اي شيء بيتفق عليه الحكومه اللبنانيه، لان اخر شيء الرئيس ميشيل عون ما راح هو يعمل توقيع، اخر شيء بده يحول لمجلس الوزراء، ما بعرف اذا في اشياء بدها تحول مجلس النواب، اذا في شيء يعني عاده بالمفاوضات. طب انا تقديري هلا، لانك قلت عاده بالمفاوضات وقبل ما نوصل لموقف حزب الله، ولو حضرتك ذكرت انه انت منك خبير بهذا الموضوع ويعني مطلع على تفاصيله بحجم المعنى التاريخي والقانوني، لانه بتعرف هذا الموضوع كثير دقيق يعني، وطبعا انا بحترم كل الاراء اللبنانيه
من منطلق الحرص على لبنان وعلى أراضي لبنان وعلى، لأنه هلأ في مين مشكلته، في ناس بيقول له بالنسبة لحزب الله بس حزب الله يطالب بالحقوق اللبنانية، بيعتبروا أنه حزب الله عم بيطالب بالحقوق اللبنانية ليبدي ليخلي فيه شو خط نار بينه وبين الإسرائيليين، مثل قصة مزارع شبع مناطق تانية. عندما حزب الله بيقول انه انا مع الحكومه اللبنانيه ومع الموقف اللبناني الرسمي، بيقولوا لا، هذا الظاهر في قرار اجى من فيينا من ايران، يعني بالمفاوضات اللي دايره اليوم، ولانه حزب الله مرتبط بايران، ولانه الايرانيين بدهم يعطوا فرصه للمفاوضات وبدهم ينجحوا مفاوضات فيينا، فهن قالوا لحزب الله اسكت عن الموضوع الان وخلي الامور تمشي شو بده يصير. انا برايي المنطقه مش صحيحه.